بالله على سلامتك. تفضلي. لازم اخده، بدي شي طريقة لحتى اخذ هالسيدي. شو بكي مليكة؟ كأنك بكياني. كل ما أتذكر قلبي بيوجعني، لا سمح الله لو صار له شيء. يمكن أنا ما عرفت طعمي، اختنقوا مالي منتبهة. مليكة لا تلومي حالك، أنت ما غلطتي. خالي عنده مشكلة بالبلع بسبب ضعف عضلاته، حتى لو أنا عم طعمي كان ممكن يصير هيك. لا تلومي حالك لو سمحتي. أمير بيكون غير له ثيابه، أنا رح غير الشراشف لينام على نظافة. طيب هاتيهم أنا ببدلهم بلا ما يشوفك أنت وهيك. طيب يسلموا إيديكي. بابا عندي شغلة ضرورية، رح خلي مليكة تيجي تقعد معك وأنا بخلص وبرجع. بدي بدل الشرشف والغطا، أكيد الأغطية كلها بتكون توسخت. إيه مصبوط. طيب فيك بس تساعدني لأنه مليكة مشغولة هلأ. طبعا. أنا بدي أمشي. الدواء. يعني ما عم يفتح معي. ممكن؟ شكراً كتير. أهلين دكتور. أهلين أمير، أنا كنت بالعمليات ما قدرت رد في شيء. لازم أخده هلا، هاي فرصتي. كنا عم نطعمي بابا وكأنه ما عم يقدر يبلع، وفجأة اختنق، ما عاد قدر يتنفس وصار وشه أزرق فجأة. هذا شيء طبيعي، عضلاته ضعيفة وممكن هالحالة تتكرر، بدكم تنتبهوا. ماشي دكتور، شكرا، يعطيك العافية. حكمت، الحمد لله على سلامتك. لا تقلقي، هو منيح. ألف الحمد لله يا ربي.
أنا عندي شغلة. يا ربي دخيلك، بلكي شاف سيدي. تصير معجزة من عندك، لأنه إذا شافوا مصيبة إذا شاف اللي صار رح يروح ويسلم حاله. يا الله يا الله. خلينا نشوف شو هو السر اللي كل الوقت عم تخبيه.